أحسن الله إليكم. هذه مجموعة أسئلة من المرسلة الشيماء فاميم من جمهورية مصر العربية، تقول في سؤالها الأول: أنا فتاة عمري 20 عاما وألبس حجابا، لكني لا أغطي وجهي، وذلك لأن والدتي وأهلي يرفضون ذلك، يقولون إنه ليس من عاداتنا، مع العلم أنني أعلم أنه واجب وأحب أن أرتديه، ولكني عندما واجهتهم بهذا رفضوا تماما وضعفت أمامهم، فحرمت الدعاء وحلاوة المناجاة وقيام الليل وكل هذه العبادات المقرونة بحلاوة الطاعة، ولكن ماذا أفعل؟ وهل موافقتي وخوفي منهم هو السبب لحرمان الخشوع أم الذنوب كالغش في الاختبار وغيره؟ هل هذا حرام؟ مع العلم أنني بعدما علمت أنه واجب أشعر بضيق شديد ولا أدري ماذا أفعل معهم، تقصد أهلها، وهل منهم وهم منهم من يفرط في الصلاة ولا يعلمون شيئا في الإسلام غير الصلاة؟ والله المستعان. الواجب عليك الالتزام بالحجاب وتغطية الوجه، لأن هذا هو الواجب على المرأة المسلمة، ولا يجوز لك أن تطيعي أحدا في ترك الحجاب، لا الوالدان ولا غيرهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والحجاب ليس هو من الأمور التي تخضع للعادات والتقاليد، وإنما هو أمر واجب بالشرع على كل مسلمة، فلا يدخل في حكم العادات والتقاليد. التقاليد والعادات إذا كانت مخالفة للشرع فإنه يجب رفضها، ولا يجوز اتباع العادات والتقاليد المخالفة للشرع، ومن ذلك قضية الحجاب. فعليك بالتزام الحجاب والصبر، والله يعينك على ذلك، ولا تلتفتي إلى قول من يلومك أو لا يريد منك كشف وجهك عند الرجال، فإن هذا أمر محرم ومعصية لله سبحانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعلى الوالدين وأقارب المرأة أن يعينوها على طاعة الله، لا أن يلزموها بمخالفة طاعة الله عز وجل، إن هذا من الإثم والعدوان. الله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالواجب عليهم التوبة، والواجب عليهم التسليم لأوامر الله ورسوله وإن خالفت عاداتهم وتقاليدهم. نعم. تذكر الشيخ ضعفها أمامهم، فهل من أسباب تذكرونها لها تدفع عن هذا الضعف وتجعلها قوية في الإيمان بالله؟ الإيمان بالله والخوف من الله هذا يقويها في المضي في طاعة الله وعدم الالتفات إلى غير الله سبحانه وتعالى.